مرة من المرات حافظ بن حجر خرج من بيته وهو ذاهب إلى المحكمة، إلى القضاء يعني، وكان في واحد يهودي قربان كده وهدومه مقطعة قاعد على ناصية الشارع. وطبعا حافظ بن حجر يركب فرسا مطهما كده عليه بردعة محترمة يعني، وقدامه بقى ايه كم حمار وراه كم جحش، ويعني اللي هو الايه الأبهة بقى اللي هو تسوي النهاردة الموتوسيكلات والعربيات والسارينات ومش عارف ايه والكلام ده، يعني موكب ايه مهيب يعني. فاليهودي أول ما شاف الحافظ بن حجر قام قايم على طول واخترق الصفوف وأمسك بالجام البغل وأفهم. قال له أنا أريد أن أفهم، يعني نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، طب انت هو وانا هو، انا قاعد على الرصيف وهدومي مقطعة مزيتة هو، وانت راجل راكب على فرس مطهم، فالدنيا بتاعتكم انتم مش بتاعتنا، فما وجه هذا الحديث؟ فقال له الدنيا سجن بالنسبة لما ينتظروني من النعيم، وهي جنة بالنسبة لما ينتظرك من الجحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالدنيا سجن المؤمن لا يستطيع أن يفعل ما يريد. ليه؟ لأنه عبد متكلبش بالوحي، والوحي الذي أعنيه في هذا الكلام هو القرآن والسنة.